شيرين كامل، جئت ممثله عن هيئه اقباط اوروبا لامثل احد اعظم الاقليات في التاريخ، وهي الاقليه القبطيه المصريه المسلمه بلغتنا القبطيه وهي لغه ابائنا الفراعنه بمصر القديمه. فلغتي تدرس فقط في معهد البحوث القبطيه بالاسكندريه التابع للكنيسه القبطيه، او على سبيل غرض التاريخ. والأخطر يريدون الآن بل البعد الديني واللغوي للأقباط في مصر، وذلك بمحاكمة ربان الأجيرة بتهم باطلة تم تلفيقها لهم، أبونا كأبونا أشعيا وأبونا فلتأوس المقالي. والأخطر ويزعمون شباب الأقباط بدون تهمة، وعلى سبيل المثال تم اعتقال عدة شباب في مصر ومنهم المفكر رامي كامل، لا لشيء إلا لأنه يطالب بحقوق تعليم لغته وبناء كنائسة والحفاظ عليها والعيش في حياة كريمة. فتأتى الحكومة المصرية ذلك وتحارب وتسجن كل قبطي يطالب بحقوقه، وتترقب وصول بعض نشطاء الخارج لمصر للقبض عليهم، وذلك بمخالفة صارخة وواضحة لإعلان الحقوق العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية والتاسعة عشر. لذا أطالب من خلال منظمة الأمم المتحدة الضغط على الحكومة المصرية ومطالبتها بتدريس اللغة القبطية في المراحل المدرسية وإدخالها كلغة اختيار في كافة مراحل التعليم كالإنجليزية والفرنسية. كما أطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي وعلى رأسهم رامي كامل من داخل السجون المصرية الذي اتهم دون تهمة. كما أطالب أيضا بالإفراج عن أبونا إشعياء وأبونا فلتأوس الذين يحاكمون بتهمة قام بها النظام نفسه ودون أي دليل. وشكرا لحضراتكم.